قالت الصين إنها تسعى إلى الحوار وتحقيق السلام في أوكرانيا على الرغم من تحذيرات أمريكية من تفكير بكين في تقديم إمدادات أسلحة لروسيا. ونشرت الصين في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا خطة تدعو إلى وقف إطلاق النار والتهدئة التدريجية من كلا الجانبين، محذرة من استخدام الأسلحة النووية. هذا وأحجمت الصين مرارا عن إدانة الحرب في أوكرانيا، كان آخرها خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الهند مطلع الأسبوع. في شأن متصل، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت بأنه تصرف غير مسؤول. وقالت بيربوك في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنه يجب دعوة بوتين إلى العودة للمعاهدة. وكان الرئيس الروسي قد أعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت الأسبوع الماضي، وهي معاهدة معنية بالحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة. الكرملين من جهته وصف العقوبات الجديدة الأوروبية على روسيا التي استهدفت أكثر من 120 فردا وكيانا بأنها عبثية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأوروبيين يخضعون أي شخص لعقوبات بمجرد إعداد قوائم جديدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات لن تؤثر في المستهدفين بها على حد قوله. من موسكو ينضم إلينا الكاتب المتخصص بالشأن الروسي فايز حوالة. أهلا وسهلا بك سيد فايز. نبدأ في البداية بوصف العلاقة الآن ما بين القطب الروسي وكذلك الصيني في ظل هذه التهديدات المستمرة من قبل الولايات المتحدة بشأن اتخاذ مواقف واضحة. بداية تحية لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم الأكارم. بكل تأكيد أي تقارب بين روسيا وأي دولة أخرى في العالم، بغض النظر عن كونها الصين أو إيران أو أي دولة، حتى دولة عربية أو حتى تركيا على سبيل المثال أو الدول الأفريقية، يشكل هاجسا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وتبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما بالعمل العمل الذي يعملونه بشكل دائم، أي يوجهون دائما لهم اتهامات بتزويد روسيا بالأسلحة من أجل استخدامها في أوكرانيا وغير ذلك، أو تخطي العقوبات والالتفاف على العقوبات المفروضة من قبل الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال طبعا الصين تعي تماما هذا الشيء، والعالم أصبح يعي تماما هذا الشيء، وأن جميع الضغوط التي تمارس سواء كان على روسيا الاتحادية من خلال فرض ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية، وهي في حقيقة الأمر عبارة عن إرهاب اقتصادي تمارسه الدول الغربية ضد أي دولة تخالف قراراتها ولا تسير وفق ما هو مخطط لها من أجل الوصول إلى الأهداف السياسية والجيوسياسية للدول الغربية. لذلك فإننا دائما كنا نقول بأن فرض العقوبات هو عبارة عن مثابة إطلاق الرصاص على الأقدام من قام بفرض هذه العقوبات. نعم، ولكن ألا يدرك ذلك الطرف الأوروبي والأمريكي في موضوع فرض هذه العقوبات؟ هم يدركون تماما في حقيقة الأمر، ليسوا بأغبياء على الإطلاق، ولكنهم لابد من إيجاد مبررا لهم مقابل شعوبهم التي أصبحت في هذه الأيام كما نراها تخرج إلى الشوارع ضد الحرب في أوكرانيا وضد تزويد أوكرانيا النظام الأوكراني بالأسلحة وعودة العلاقات مع روسيا الاتحادية. يعني على سبيل المثال ألمانيا اليوم ارتفع دينها العام من 4 مليارات يورو في العام 2021 وبلغ اليوم 40 مليار يورو لأول مرة في تاريخ أقوى اقتصاد أوروبي. لماذا؟ هو نتيجة العقوبات، نتيجة الامتناع عن استخدام أو شراء الطاقة الروسية سواء كانت غاز أو نفط أو منتجات نفطية، وهو بمثابة ردة فعل أو خسائر مقابل العقوبات التي فرضتها الدولة الألمانية على روسيا الاتحادية.
دول الاتحاد الأوروبي برمتها منذ بداية ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة في روسيا إلى يومنا هذا دفعت أكثر من 710 مليار يورو فقط فرق في أسعار الطاقة. من خسر هذه المبالغ؟ طبعا خسرتها الشعوب الأوروبية التي كانت تعتقد بأن دولها تعمل لصالحها وأنها متمتعة في الرفاهية، ولكن نسوا تماما حكام هؤلاء بأن الرفاهية كانت في الأساس وبالأساس بسبب السعر الرخيص للطاقة التي يستوردونها من روسيا الاتحادية، واليوم يدفعون هذا الفارق لباقي الدول التي تورد لهم بشكل أو بآخر النفط الروسي على سبيل المثال. نعم. من الهند أو من الصين أو حتى ما يستخدمونه من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الفروقات فقط خلال عام واحد 710 مليار يورو، هذا كان ينعكس بحقيقة الأمر على رفاهية الشعب الأوروبي، واليوم يدفعونها هنا وهناك. لذلك فأن هذه العقوبات هي عبارة عن مجرد أوهام، يعتقدون أنهم من خلالها سوف يؤثرون على مجرى الأحداث سواء كان من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أو كما يتوقعون الضغط من أجل تغيير سلوك نظام الحكم في روسيا الاتحادية. وهذه الجملة هي جملة مناوبة لدى جميع الدول التي تعرضت لضغوطات اقتصادية لأنها وقفت ضد النهج الأمريكي والغربي بشكل عام. نعم. الكرملين يتحدث عن أن الظروف غير مواتية اليوم للوصول إلى حل سلمي للنزاع، فما هو شكل الظروف التي قد تكون مثالية للوصول إلى هذه المرحلة؟ طبعا في الدرجة الأولى الظروف غير مثالية اليوم لأنه ما زال هناك استمرار في امتداد نظام ومد نظام أوكرانيا بالأسلحة الحديثة وخاصة الثقيلة أو الصواريخ البعيدة المدى والطويلة المدى وما إلى غير ذلك. لذلك هناك مهام خاصة لهذه العملية العسكرية الخاصة أو أهداف محددة عندما يتم تجميعها، عندما يتم تطبيقها، عندما يتم تحديدها أو بالأحرى تنفيذها يكون هناك مجال للنقاش، واليوم لا يوجد مجال للنقاش لعدة أسباب. السبب الأول والوحيد أنه لا يوجد في أوكرانيا اليوم مسؤول سواء كان رئيس أو رئيس مجلس وزراء أو حتى وزير دفاع مسؤول عن ذلك بشكل مباشر لعدة أسباب، أهمها أن الرئيس زيلينسكي هو أصدر مرسوما بعدم الحديث إلى روسيا. وزير دفاعه قال بأنه لم يكون هناك أي علاقات مع روسيا حتى 100 عام. ثالثا والأهم من ذلك كله أن القرار اليوم في أوكرانيا أضحى ليس بيد الأوكرانيين على الإطلاق. القرار ومن يحدد متى وأين وكيف ولماذا سوف يتم الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو خارج أوكرانيا، هو خلف المحيطات، وأقصد هنا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم لا يوجد أي شكل من الأشكال من أجل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو عملية الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نعم. وطبعا بكل الأحوال كانت هناك مبادرة صينية، ونحن نعلم تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأورونا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وإلى يومنا هذا وجميع الحرائق التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية هل أطفأت حريقا واحدا؟ لا على الإطلاق، لأنها تعتاج على إشعال الحرائق والمساهمة في إشعالها أكثر متظاهرة بأنها تطفئ هذه الحرائق. لذلك فالحريق في أوكرانيا، وهذه مجموعة من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بالمساعدات في حال استمرار هذه الحرب. شكرا جزيلا لك السيد فايز حوالي، الكاتب المتخصص بالشأن الروسي، كنت معنا من موسكو.